ده برنامج السكتشوب، تمام؟ سهل جدا. انت لو متخصص في رسم المجسمات، يعني ده مثلا هرسم ايه، مربع اهوت، ماشي. بعد كده بستخدم أداة عندي هنا اسمها بشر، تمام. ممكن بعد كده مثلا لو انا مثلا عايز ارسم مثلا باب، ماشي، ارسم الباب اهو واروح قايل له ايه، انا عايز ادخل الباب ده جوه السن، عايز ارسم شباك، اجي هنا وارسم شباك، تمام. زي ما انت شايف البرنامج سهل جدا ان انت ترسم اي حاجه انت عايزها، تمام. انا ممكن اقول له ايه مثلا، ولكن مثلا زي حاجه زي عتبه كده، ماشي. يعني لو انا عايز ارسم مثلا السقف اللي فوق ده اخليه مايل نص كده نص كده، اعمل ايه، اجي ارسم هنا خط، ده الميد بوينت اللي هنا، اللي هو الميد بوينت، ماشي. وامر موف، اجعل هنا كده امر موف وادوس الت. الت ليه؟ اساس ان انا اتحكم فيه لفوق، يبقى حر. لما دوستش الت بيبقى في الاتجاه ده ولا الاتجاه ده بس، اهو. زي ما انت شايف برنامج سهل جدا ان انت بترسم بيه كل حاجه انت عايزها، ما بياخدش ثواني، وتلاقي المنظر كله اترسم معاك. ولو انت مثلا عايز تطرح اي شكل منه، ترسم شكل انت عايزه، ولكن مثلا عايز بقول تعمل لك فين الشكل اللي انت بتخلي منه ال بس انت عايز ترسم مثلا حته خارجه، حته خارجه، اه ايوه فين بقى من فوق هقول لك اهو. بص يا ريس، لو انت عايز ترسم اي حاجه، مثلا شكل مربع اهو، شكل دائري اهو، وليكن مثلا ارسم شكل مربع مثلا اهوت، تمام. وليكن زي شباك. عايز بقى تعمل باسك من جوه او لبره زي ما انت عايز، ده الاداه ديت باش، ممكن تدخلها جوه. يعني خلينا بدل ما نعمل باش هعمل حاجه تانية، اللي هي ايه، اللي ان انا هاجي هقول له هنا عندي حاجه اسمها خلينا في الاوفست، تمام. الاوفست ده يعني ايه؟ يعني بقول له انا هختار خط معين، انا لكم مثلا الخط ده، شايف انت الشكل ده، تمام. هقول له اوفست من هنا لهنا. البرنامج ده اتعلمته مع نفسك ولا؟ الواحد بيدخل على النت بيلاقي حاجات على اليوتيوب، بيلاقي حاجات في كتاب بالعربي هبقدهولك، تمام. بقول له باش، تدفع ده كده، انا بدخله جوه شويه بحيث يديك ايه احساس ان في هنا نافذه، تمام. وممكن مثلا تعال نرسم، تعال نرسم مثلا مكعب كده هنا اهي، مثلا ايه، انا عايز ارسم مثلا خط عمود موازي دوت اهو، مجرد ان انا قربت منه بقى ايه حاجه عموديه، تمام. واقول له ارسم لي خط تاني كده، تلاقي نفسك مثلا عملت بروز كده الناحية دي، وتعمل بروز برضه الناحية التانية، ممكن تشيله خالص لو انت عايز. جامد أوي البرنامج ده وسهل جدا. في حاجات بتلاقي بتعمل بسهولة جامد جدا، يعني ممكن مثلا هو ايه، كله كده برنامج أول عن آخر الصفحة ديت وأنت هو متخصص في الرسم بس صح؟ بيرسم حاجات 3 دي. تمام. يعني شايف بالك من الحتة دي، مثلا هوريك حاجة بسيطة جدا، ممكن ان انا ارسم خط هنا مثلا من هنا لهنا، دي كده بقت منفصلة بنفسها، يعني ممكن اعمل لها ايه، انبساط كده، ماشي. يعني حبيب قلبي أنت فين؟